ايش نتنياهو ضارب كل هذه الاراء عرض الحائط؟ هو مستند حقيقة إلى موضوع فقه يعني القوة، أمر القوة، ويرتكز إلى حد كبير بالموقف الأمريكي، بالرغم من الإعلام يبين أن الموقف الأمريكي يحاول أن يعني يعمل هدنة، وهناك بعض الإعلام يحاول أن يبين أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مع التصعيد. صحيح هي ليست مع التصعيد من حيث الجانب الإعلامي، ولكن فعلاً هي تدعم الكيان الإسرائيلي باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من أوراق الضغط على إسرائيل لغرض الكبح من جماح هذه الانتهاكات الكبيرة. يعني أنت تتفق مع وجهة النظر الأمريكية أو تختلف بأن الأمريكيين لا يعلمون باغتيال الشهيد هنية؟ أنا أتوقع أن هناك تنسيقا كبيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بجميع العمليات التي تدار في المنطقة في الشرق الأوسط، وأعتقد أن عملية اغتيال الشهيد هنية هي لم تكن صدفة، باعتبار أن يعني إسرائيل في الآونة الأخيرة استخدمت أعلى مستويات التصعيد. ونتذكر جيدا أن عملية الاستهداف في اليمن حديدة واستهداف لبنان الشهيد فؤاد شكر، جميعها في الشهيد سمعين هنية وشمال بابل في العراق، جميعها جاءت بأوقات متقاربة، يعني التصعيد جاء في أوقات متقاربة. وحتى موضوع قصف مدرسة التابعين أيضا إذا ما ذهبنا وحللنا يعني تحليل مضمون العمليات وقرب العمليات من بعضها تقريبا ساعات او ايام، نعم، هذا يدل على ان يعني المشروع هو مشروع متكامل ومشروع بعلم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بعلم اسرائيل.